ثلاث خسائر وتعادل خلى ليون متزيل جدول ترتيب الدوري الفرنسي بعد أربع جولات. الخسائر أدت لغضب الجماهير في ملعب ليون، الملعب اللي الجماهير احتفلت فيه بسيطرة فريقها على بطولة الدوري لسبع مواسم متتالية من 2002 ل 2008. بعد الخسارة المذلة أمام باريس سان جيرمان برباعية مقابل هدف، وقف لاعيبة ليون أمام المدرج علشان يسمعوا رسالة الجماهير الغاضبة. كبوا الجماهير مسك المايك وقال خطابه للعيبة: أنتم يا فريق ليون لموسم 2023-2024 رسالة موجهة لبعضكم، اللعيبة اللي ليها دور ريادي في أوضة اللبس. الرسالة واضحة، إذا كان في قادة في أوضة اللبس فمش من حقهم السكوت. أنتم لابسين قميص ليون. وهنا وقف خطابه لما شاف اللعيبة بتحط إيدها على وشها وقال لهم: ما تستخبوش ورا صوابعكم، لو حد عايز يقول حاجة مفيش مشكلة، ممكن نناقشها بس بعد ما تسمعونا. ورجع كمل كلامه: أنتم لابسين قميص أولمبيك ليون اللي شرفوا لعيبة تانيين قبلكم، مش من حقكم تلطخوه. سوق الانتقالات انتهى، احنا مش هنطلب منكم إلا حاجة واحدة بس، احنا جنبكم بس لازم تستحقوا ده، قميص ليون ده بنحبه وبنحترمه وعايزين نتغنى بأسماءكم، بس بحب واحترام مش زي ما غنينا للعيبة التلاتة اللي سابوا نادينا خلال آخر ست شهور. عارفين إنكم بتقدموا الحب، بس احنا منتظرين منكم احترام قميصنا وتبذلوا كل جهد في الملعب. إذا كان علينا إن احنا نتلقى الضربات هنفعل ده بس برؤوس مرفوعة. هيا بنا يا ليون. اللعيبة التلاتة اللي أثاروا الأزمة زي ما قال كبوا الجماهير، والجماهير كانت شايفة أنهم باعوا النادي، هما مالو أوجوستو اللي انتقل لتشيلسي، كاستيلو لوكيبا اللي راح لايبزيج، وبرادلي باركولا اللي راح الغريم باريس سان جيرمان. التلاتة من ولاد النادي، عندهم من 20 لـ21 سنة، وسابوه لما بدأت نجوميتهم تعلى ويشاركوا دوليا في منتخبات شباب فرنسا. الجمهور برا بيعرفنا قد إيه قيمة وجوده في الملعب.